السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم كاملين. نتمنى تكونوا في صحة جيدة، نتوما والأهل ديالكم والطيور ديالكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيديو ديال اليوم مختلف، مقدم بطريقة مختلفة وموجه لفئتين. فئات الناس اللي كتقوم بالتربية ديال الطيور بطريقة طبيعية، يعني لا تقدم أدوية ومواد كيميائية، وموجه للناس اللي كتقوم بالتربية يعني تقدم الأدوية والفيتامينات إلى آخره. وهنا اليوم غادي نشوفو طريقة تقديم واحد الخلطة ديال البيض، ولكن معها مكونات جد مفيدة، هي طبيعية ويعني تنفع الفئتين. والجزء الثاني غادي يكون التقديم ديال الدواء الثاني اللي غادي نقدمه للطيور ديالنا في سلسلة التطهير. وقبل ما نبدأ بغيت نوجه الشكر الخالص من كل قلبي لكم جميعا، للناس اللي كتشارك الفيديوهات مع الأصدقاء، للناس اللي كتعمل لايكات وتعاليق الجميلة، شكرا لكم جميعا. واللي ما مشاركش إخواني خلي اشتراك في القناة أو متابعة إلى كنتي كتشوفنا من الفيسبوك. ونبدأ في الموضوع على بركة الله. أول حاجة غادي نشوفها هي المكونات ديال الخلطة ديالنا. عندنا البيض المسلوق، غادي نسلقوه في الماء، وشوفنا الطريقة ديال سلق البيض باش يكون صحي وما نسببوش في الأمراض اللي كتسببها طريقة سلق البيض غير الصحيحة. عندنا جوج بيضات هي اللي غادي تكفيني الكمية الطيور، يعني او عدد الطيور اللي عندي، وانتوما بحال دائما على حسب العدد ديال الطيور اللي عندك غتعمل كمية البيض. عندنا ثاني منتوج الا وهو الزعتر. الزعتر له عدة فوائد للطيور، غادي نذكر البعض منها: معقم، قاتل الجراثيم والبكتيريا والتهابات الفطرية، يعني اي مشاكل كاينة في الجهاز الهضمي فراه هو كيقضي عليها، كيقضي على البكتيريا اللي ممكن تكون في جسم الطائر. التهابات الفطرية، يعني الفطريات اذا كانت موجودة في جسم الطائر فراه هو كيقضي عليها. والنصيحة ديالي اتقدم الزعتر على طول السنة، مرة في الاسبوع تقدمه مع الخلطة ديال البيض ديالك، فراه هو طبيعي وما غادي يضرش الطيور ديالك، وفي نفس الوقت فراه هو غادي ينفعها بزاف، كي نشط الدورة الدموية مما يساعد في جهوزية الطيور. ثاني شيء عندنا الحلبة، والحلبة ايضا فهي جد جد مفيدة للطيور. عاود نفس الشيء نذكروا بعض الفوائد ديال الحلبة. الحلبة غنية بالفيتامينات، فيها المعادن، كتساعد على مد الجسم بالبروتين، وكتعطي حتى الطاقة للطيور، كتساعد في علاج عسر الهضم، يعني الطيور اللي عندهم عسر الهضم فراه هي كتعالج هذا المشكل هذا، يعني هي حتى هي مهمة للجهاز الهضمي، وتساعد في مقاومة الديدان والبكتيريا المعوية، تساعد في علاج الالتهابات الداخلية. بهذه الطريقة هاد جوج ديال المكونات فراهما طبيعيين ومهمين جدا للطيور، إذا قدمناهم بواحد الشكل منتظم يعني مرة في الأسبوع على طول السنة، فراه الطيور ديالك ما غادي يكونش عندها مشاكل الجهاز الهضمي، ما غادي يكونش عندها مشاكل ديال البكتيريا، او حتى الا تصابت بالبكتيريا فراه غادي يكون عندها واحد المقاومة عالية. وثالث حاجة هذيك العبوة او العلبة البيضاء اللي كتشوفوا فراه هي بكتيريا نافعة. هنا غادي نخلي لكم اختيار الناس اللي ما كتحبش تقدم المسائل اللي ماشي طبيعية، ما تقدمش هذيك البكتيريا النافعة. انا قدمتها ما اننا قدمنا واحد الدواء، واحد المطهر، فراه ضروري نقدم البكتيريا النافعة. كاين يعني ممكن تقدم البكتيريا النافعة بشكل طبيعي، ومن بعد ان شاء الله غادي نحاول نعمل شي مقطع على هذا الموضوع. هذا يمكن لك تعمل واحد جوج حبات ديال الحمص
في مشربية الطائر وتغير الماء كل 24 ساعة وبهكذا كتكون رجعتي البكتيريا النافعة للطيور. وندوزو لطريقة التقديم. وأول شيء غادي نقومو به هو غادي نطحنو داك القشرة ديال البيض، غادي نجيبوها بهكذا غادي نكونو قدمنا كالسيوم طبيعي للطيور. والبيض كالعادة غادي نفرموه ونقدموه مع الخلطة، وغادي نجيبو الزعتر نفس الشيء ونطحنوه حتى هو، والحلبة حتى هي غادي نطحنوها باش ترجع عندنا واحد البودرة ديال الزعتر عفوا. حنا كنقولو الزعتر في المغرب يعني في بعض المناطق ماشي المناطق كلها. والحلبة حتى هي غادي تقوم بالطحن ديالها وترجع حتى هي بودرة، وغادي نضيفو البكتيريا النافعة ونخلطو كل شيء. وهنايا القطة حتى هي جات بغات تاكل البيض، قطيت لها واحد نصف بيضة ماشي مشكل، فراه هي الكمية كافية إن شاء الله، وعطيت لها باش تاكل. وغادي نكمل في الخلطة ديالي، نضيفو بودرة الحلبة. بودرة الحلبة كتفتح الشهية للطيور، فراها مهمة فترة الإنتاج خصوصا للإناث باش يقوموا بإطعام الفراخ. ونضيفو البكتيريا النافعة، وبعدها نخلطوا المكونات مع بعضهم، ومن بعد نضيفوا البيض وهكذا نقدموها للطيور ديالنا بالصحة والعافية. كيف ما قلت لكم هذه الخلطة هذه تقدروا تقدموها على طول السنة مرة في الأسبوع، فراها مفيدة جدا للطيور. الفيديو ديال اليوم غادي يكون شوية طويل، لأن كيف ما كتشوفوا في تقديم ديال الخلطة والدواء المطهر. هنايا غادي نذكركم بالناس اللي ما مشتركينش، راه كاين واحد النسبه كبيره من الناس كتشاهد الفيديوهات وما كتعملش اشتراك او متابعه، خليونا اشتراك ولايك واعجاب الفيديو ان اعجبكم، والتعاليق ديالكم الجميله كالعاده ما تنساوهاش. وندوزو دابا نقدمو المطهر. هذا الدواء هذا كيف ما كتشوفوا هو الفور ان وان ميكس، وهذا الدواء فهو خاص لفيروس أدينو كولي، فهو زد فتاك للطيور وحتى مرض النيوكاستل. هنايا احنا غادي نقومو بالتقديم ديالو كمطهر في حالة ما كانت شي فرخ من الفراخ عنده أو حامل للفيروس، غادي نقدمه لمدة 5 أيام فقط. هو العلاج إذا كانوا الطيور مريضة يقدم 7 أيام، حنا غادي نقدمه 5 أيام. غادي نقدمو فقط 1 غرام في نصف لتر من الماء، لأن الشركة كتقول لك عطي 5 غرام في 2 لتر، يعني في لترين من الماء كتقدم 5 غرام، يعني نصف لتر اللي هو الكمية اللي غادي تكفل الطيور ديالنا غادي يكون 1.25. هكذا أنا غنقدم غير 1 غرام لمدة 5 أيام ماشي 7 أيام فحال اللي كتقول الشركة. والطريقة جد سهلة، غادي نهزو غرام ونعملوه في نصف لتر من الماء، ومن بعد نخلطو مزيان ونزيدو نضيفو الماء باش نوصلو نصف لتر ونقدموه للطيور. ودائما ركزوا على تبدلو العلاج كل 24 ساعة، ما تخليوهش للطيور. اخواني بغيتكم تخليو لي في التعاليق الراي ديالكم بهذه الطريقه اللي عملنا، اولا نكملوا فحال اللي كنا، يعني انا عملت هذا الشيء تحت طلب ديال العديد منكم اللي قالوا بغاو يعني نقدموا مسائل طبيعيه والعديد ما كيستعملوش الادويه، بغيتو نعملو هكذا اولا نرجعوا للطريقه ديالنا ونشارك معكم فقط الطريقه اللي كنستعمل انا والتجارب ديالي انا. ولكن انا كنشوف بهذه الطريقه هذه فراها احسن، كنستافدوا جميع، يعني كنشوفوا حتى الحاجات اللي ما كنستعملوهاش وملي كنمشيو نبحثوا وهذا راه كنكتشفوا اشياء جديده. اخواني كالعاده ما تنساوش اللي ما مشتركش خلي لنا اشتراك لايك اعجاب الفيديو والتعاليق ديالكم الجميله. أتمنى نشوفكم في صحة جيدة في فيديو قادم إن شاء الله. إخواني السلام عليكم.